استطاع مدح المجاهد لولاية أم البواقي منذ افتتاحه سنة 2011 أن يتمكن من جمع رصيد لا بأس به من المادة المتحفية تتمثل في أزيد من 1214 مقتنيات وأشياء متحفية وأزيد من 8000 صورة و450 وثيقة أصلية ومستنسخة. وتتمثل هذه الأشياء المتحفية في مقسمة حسب تصنيفها إلى لوحات زيتية فنية حيث رسمت بأنامل فنانين من المنطقة تمثل تاريخ المقاومة الشعبية وكذلك مجموعة 22 ومجموعة 6. وكذلك تمكن متحف المجاهد من جمع العديد من المخطوطات خاصة المصحف المخطوط لرائد النهضة الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن بعديس والذي تم إهداؤه لأحد أعيان المنطقة سنة 1931 وهو محفوظ على مستوى قاعة العرض. أما فيما يتعلق بالأشياء والأسلحة والألبسة وكذلك لواحقها فمتحف المجاهد يصغر بالعديد من الأشياء المتحفية والتي تم منحها لمتحف المجاهد عن طريق الهبة أو الهدية. وكذلك يصغر متحف المجاهد بمجموعة من المجسمات التي توثق تاريخ الجزائر وتاريخ المنطقة على غرار منزل الشهيد محمد عربي بن مهيدي وكذلك المنزل الذي انعقد فيه مؤتمر الصمام وكذلك مجسم لمعركة مزوزية. تاريخ جمعناه من جميع من ناحية كاملة، فيه سلاح وفيه سنتورة تاع الكراتش وفيه اللبسة، وهذا يجب باش الناس يطالعوا على 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 حتى اللي عنده مثلا كاش حاجة يجيبها للمتحف يسلمها للمتحف تبقى للتاريخ ويبقاو الناس الأجيال يشوفوا على الأقل يشوفوا الإمكانيات اللي كانت في الثورة كيفاه ماشية مع ذاك الوقت.